الطبري محمد ابن جرير الطبري أبو جعفر، صاحب كتاب تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري، وصاحب التفسير المشهور، وكان يعد أحد أئمة المذاهب، رجل موسوعي كان في علمه، وكثير من الباحثين يقدمه على عدد من أئمة المذاهب الأربعة في علمه وإحاطته. لكن عندما حصر الاجتهاد وأغلق الباب إلا على المذاهب الأربعة، مذهب الطبري ككثير من المذاهب في المدرسة، في مدرسة الخلفاء، أغلق الباب عليها. وإلا الطبري رجل من الرجال الأفذاذ في تلك المدرسة، ويتقدم بمراحل على كثير من العلماء، عند إحاطة وموسوعية تفسير، وتفسير ضخم ومفصل، كتابه التاريخ من أهم المصادر إلى الآن عند الباحثين في التاريخ إلى يومنا هذا. طيب، وهو صاحب مذهب فقهي. هذا في زمانه طبعا الاتجاه الحنبلي كان مخالفا بشدة له، ومن جملة المخالفات التي كانت، وهي قسم منها فكري، أن بعض علماء الحنابلة في ذلك الوقت كالبربهاري وغيره، كان بعض هؤلاء يقولون أن حديث الغدير ليس صحيحا، ليس مرويا بطريق صحيح، بعضهم إلى هذه الأزمنة. طيب، فقام هذا العالم بتأليف كتاب من مجلدين، مجلدات ذاك الزمان، مو مجلدات هذا الزمان اللي قد يصير الواحد منهم بحسب طبعات المحلية، كل مجلد لعله خمس مجلدات من الطبع الحديث، ألف مجلدين في بيان حديث الغدير وطرقه. الذهبي وهو يعد من المتعصبين تجاه التشيع يقول: رأيت أحدهما فدهشت لكثرة الطرق التي ذكرها لحديث الغدير. هل قد عنده طرق وأسانيد إلى حديث الغدير اللي أنا مندهش في هذا؟ طبعا شمس الدين الذهبي واحد من الحفاظ، من المحدثين الكبار، مع ذلك في مدرسة الخلفاء، مع ذلك يقول: أنا من كثرة ما رأيت من الطرق والأسانيد التي ذكرها اندهشت، أنه يعني هذه الإحاطة وهذه الموسوعية التي عنده. هذا مثلا من المدرسة الأخرى، وقد تعرض له الباحثون، كل من بحث فيما كتب في قضية الغدير ذكر كتاب الطبري، مرة عرف بعنوان حديث الغدير وطرقه، ومرة أخرى بعنوان حديث الولاية وطرقه.